السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنخلي الذكاء الاصطناعي يساعدنا في البحث عن شغل. شات جي بي تي هاجي هنا واقول له اكتب لي زي سي في لو انا شغال ماركتنج مانجر جوب ابليكيشن، وتقدر تحط بقى الوظيفة اللي انت عايزها. فبيقول لك انا ممكن اساعدك في ان اعمل لك السي في، اكتب اسمك كونتاكت انفورميشن سامري، وبعد كده بقى بيكتب حاجات بتوصف واحد شغال في الشغلانة ديت، اكسبيرينس ان انت كنت شغال ماركتنج مانجر، واكتب اسم الشركه من سنه كذا لسنه كذا، ودي المهام اللي انت كنت شغال فيها. فهو دلوقتي ساعدني ان هو كتب لي الحاجات اللي انا المفروض احطها في السي في بتاعي بدل ما اقعد ادور. الاديوكيشنال تبدا بقى تكتب اسم الجامعه اللي انت كنت فيها، دي السكيلز الافتراضيه. طبعا ممكن تعمل واحده بقى، سواء بقى انت محاسب محامي مهندس اللي انت عايزه، تبدأ ان انت تكتبه. بعد كده تقدر تاخد الكلام دوت كوبي بعد ما تعدل عليه طبعا، تمام، يعني مفيش حد ياخده كوبي بيست وخلاص، لا تغير المعلومات اللي مناسبة ليك وتروح لمواقع كتير. خلينا مثلا نروح لموقع دوت تيل، وتبدأ بقى تحط المعلومات بتاعتك. خلاص تبدأ تكتب الهيستوري بتاعتك، تمام، وممكن ان انت تاخدها من لينكد ان، تحط اللينك بتاعك اللي كان موجود في لينكد ان. تعال نروح للينكد ان، مثلا من هنا ايه، هاخد اللينك دوت واقول له اهو، اقول له انبورت، فهو ده هيملى لي المعلومات، وطبعا ده هيوفر عليا وقت. وتقدر تاخد الكلام دوت مثلا الاكسبيرينس دي تاخدها وتحطها في لينكد ان، تعمل اديت للملف بتاعك، تمام، وتحط المعلومات. هو جاب لي حاجات زي مثلا السكيلز دي، الحاجات المناسبة ليا لو انا عايز اشتغل في المجال دوت. وانا صراحة مثلا لو انا شغال في المجال دوت، ده انا اصدق مش عندي جوجل اناليتيك، ده ناقص عندي، وادوب كريتيف سويت. ففادني الذكاء الصناعي في ان هو قال لي ايه النقط اللي الاتش ار بيدور عليها في السي فيات. فهيفيدك الموقع دوت، هيفيدك موقع لينكد ان، جوجل جوب، ده برضو بالمناسبه من المواقع القويه، تمام. جوجل عامل لك ميزه، هدوس هنا بيبدأ يدور لك في شغل في المكان اللي انت موجود فيه. يعني لو انت موجود مثلا في مصر، يبدأ يدور لك في المكان اللي حواليه، في القاهرة، في اسكندرية، مجرد بس تكتب ايه الوظيفة اللي انت بتدور عليها وهو يساعدك فيها. مثلا بمانجر تمام، فقال لك ده في شركة مثلا بارسنز طالبة حد في الانفراستراكشر كيو في، وهكذا يبدأ يجيب لك ايه الوظائف الموجودة حواليك، تمام. فاحنا كده بنشتغل بالذكاء الصناعي في ان احنا بنبحث عن شغل، وكل الشغل هتلاقيها ممكن تعملها سيف او شير، او تقول انا موافق ان عايز اقدم في الوظيفة ديت، تمام. فشكرا شات جي بي تي.